يقول في السؤال الآخر: من المعلوم أن التسمية لا بد منها عند الوضوء، فهل التلفظ بها بصيغة بسم الله الرحمن الرحيم أم بصيغة بسم الله فقط؟ فقد سمعت بعض الناس يقول: لا يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وهل إذا نسيت التسمية في الوضوء وذكرتها في أثنائه أسمي أم قد فات محلها؟ التسمية عند بداية الوضوء واجبة عند الإمام أحمد رحمه الله وسنة عند الجمهور، فينبغي الإتيان بها عند بداية الوضوء، وصيغتها أن يقول بسم الله فقط ولا يأتي بالرحمن الرحيم، لأن هذا شيء لم يرد، إنما ورد تشريع التسمية فقط بسم الله. وإذا ذكرها في أثناء الوضوء فإنه يسمي في أثناء الوضوء ويستمر في وضوءه، يسمي ويكمل وضوءه. نعم.